حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. أبو عبد الرحيم تفضل. السلام عليكم فريس الشيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. وفضلك اسمحك في سؤال نوعا ما طويل. لقد أصبحنا في حيرة من أمرنا فيما يخص دخول وقت صلاة الفجر في المساجد، وخاصة بعد ما تبين في خبر في وسائل الإعلام الجزائرية منذ يومين من طرف عالم في علم الفلك ذو خبرة موثوق فيه الأخ بوناطيرو، وهو مشكور ومثاب إن شاء الله على هذا الأمر الخطير الذي أثاره ليتم استدراكه بجدية. طيب أم محمد تفضلي. أم محمد أبو البراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين الله يجزيك الخير. نعم. بالنسبة لليلة القدر اللهم وفق الجميع لقيامها والفوز بها، هل تطلب فقط في العشر الأواخر من رمضان أم في جميع الليالي؟ هذا طيب. السؤال الأول. نعم. أما السؤال الثاني، ما هي حقوق النبي محمد عليه الصلاة والسلام علينا وكيف نوفي حقه؟ وأخيرا يعني اليوم جمعة لا ننسى الدعاء قبل الغروب، وجزاكم الله كل خير. حياك الله. الأخت ماها تفضلي. ألو السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. نعم. الأول عندي هو وقت العادة الشهرية تاعي وعندي إفرازات بنية ولكن جامدة، هل أصوم وأصلي أم ماذا أفعل؟ السؤال الثاني. الثاني لدي بيتين يعني في عمارتين، يعني مش نفس العمارة، عمارة شقتين، واستجيرهم، هل علي زكاة على الشقتين هادو؟ ما العلم عندي منحة من تاع الأب ولكن قليلة يعني نوعا ما لا تكفيني للعيش، وإن البيتين هادو يعني ممكن أن أعيش مستورة به. طيب أمة الله. نعم تفضلي. لدينا جار من ارفعي صوتك يا أمة الله. لدينا جار صار منذ مدة بدون عمل ولا عائلة ولا حتى مأوى، فقررنا أنا وزوجي أن نقوم بإيصاله في أيام رمضان، ولكن زوجي تفاجأ به أول أمس لما وجده يدخن سيجارة نهارا عافانا الله وإياكم، فما قولك يا شيخ، هل نواصل بإطعامه في رمضان أم نكفه ونرده أم أنه ينتظر الطعام عند الباب يوميا؟ لحظة، أنتما قررتما أن تطعم عائلة صاحبه يعني رب الأسرة ما عنده عمل كذا؟ وإنسان واحد. نعم؟ فرد واحد. هذا الرجل ما له؟ ليس لديه عمل أو مأوى، لكنه وجده زوجي يفطر نهارا. وجده زوجك ماذا يعمل؟ يفطر. اي طيب، واهله اهله يصومون؟ ليس لديه اهل. طيب يفطر بدون عذر؟ بدون عذر. طيب اذا كان مسكين من ماذا يجد عشان يفطر؟ يعني اذا ما عنده شيء من وين يفطر على ايش؟ ديار الرحمه عندنا في الجزائر. طيب أم محمد تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام وبركاته. بارك الله في علمكم يا شيخ. عندي بنتي عندها مبلغ موضع في البنك. أيوة. والبنك يعطيها فوائد وهي ما تأخذ هذه الفوائد، فهل لها يعني يجوزها أن تأخذ هذه الفائدة شهريا الآن وتتصدق بها على المساكين، خاصة في بلدنا اليمن هذه الأيام الناس حالتهم صعبة جدا يا شيخ. طيب بالنسبة لسؤال أخونا أبو عبد الرحيم، يرجع في معرفة وقت الفجر إلى أصحاب الخبرة في الشرع والفلك، أصحاب الخبرة الثقات، أوثق من تعرفهم في الشرع والفلك. والآن تحدد الآلات والحسابات الحديثة أوقات الفجر في كل أنحاء العالم تقريبا. بالنسبة ليلة القدر تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وأكدها أوتارها وأكدها ليلة 27. تعيش على شقتين، إيجار شقتين، لما الإيجار
يستحق إذا مرت سنة من استحقاق الإيجار تزكي عن المبلغ اللي عندها إذا بلغ نصابا، فهي تأخذ الأجرة وتستعملها في مصاريفها. فإذا حال الحول على وقت استحقاق الأجرة تخرج الزكاة على ما عندها من المال. الشخص الذي يفطر في رمضان ما نتصدق عليه، نتصدق على غيره من الفقراء الذين يصومون. لماذا نعطي صاحب الكبيرة العظيمة الذي يفطر في رمضان؟ نعطي غيره أولى. الربا الذي يخرج من يعني البنك يضعه، إذا وضعه هي لا تطالب به، إذا وضعه أخذته فأعطته الفقراء أو مساكين تخلصا لا صدقة. يونس تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. شيخنا أنا عندي سؤال بالنسبة للحموضة. أنا المشكلة اللي عندي أنه مرات بيبقى الأكل في البلعوم وبيرجع في الصيام يعني. أو شوف إذا رجع إلى الفم أخرجه، ما تبتلعه. إذا رجع إلى الفم الفضه ولا تبتلعه، لكن لو ابتلعت رغما عنك أشياء لا تضرك. وكذلك الحموضة والارتجاع هذا يصل إلى الحلق أخرجه، فإذا ذهب إلى الداخل رغما عنك ما عليك شيء، صيامك صحيح. أبو منذر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. بالنسبة لمواصفات المؤذن، ما هي مواصفاته؟ وفي شخص يا شيخ الإمام مرة أعطاني أن أقيم الصلاة ولم أوافق، فسألني شخص عندما انتهينا من الصلاة، فسألني شخص صديق لي، قال لي لماذا لم تقم بإقامة الصلاة؟ قلت ليست لي مواصفات ولا أعرف مواصفات. طيب المؤذن أن يكون مسلما ضابطا للوقت، عارفا به، صيتا صحيح الأذان، ما يلحن في الأذان. يعني مثلا بعض يقول الناس يقولوا الله أكبر، وهي الله أكبر، لأن هذه معناها همزة استفهام، يعني كأنه نسأل هل الله أكبر ولا لا، وهذه مصيبة. مثلا الله وليس الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وليس الله الله أكبر، الله أكبر، هذا خطأ، الله أكبر. كذلك من الأخطاء الله أكبر، هذه أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. إذن الله أكبر. بعض مثلا يقول أشهد أن محمد رسول الله. كيف يعني أن؟ يعني نحن، يعني أشهد أن، فتحة ما هي ألف. بعضهم يقول حصل، يقول حي على الصلاة. بعضهم يقول هيا وهي حاء حيا، وبعضهم يقول حيا وهي حيا شدة وفتحة، حيا شدة وفتحة. الأخطاء كثيرة، المهم أن يكون حسن الأذان، صحيح الأذان، يعرف الأوقات، صيتا يسمع الناس، وبعدين يكون يعني ممكن يكون بديلا عن الإمام، لو غاب الإمام يلزم فقه الصلاة أيضا. وإذا ما كان يأخذ أجرة أحسن، أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، تشرئب أعناقهم للأجر الذي سينالهم من الله لو أذن إيمانا واحتسابا. وردة. نعم، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد سؤال لو سمحت. نعم. زوجي اشترى قطعة أرض مع أمه. نعم. 50% أو 50% يعني. نعم. وكانت نية أمه أن تبنيها في السنوات المقبلة يعني، وهو كانت نيته أن يعيد بيعها في السنوات المقبلة يعني إن كانت كان ثمنها أكثر يعني. فهل لي يجب عليه الزكاة أم لا؟ وكم قيمتها يعني، كم يقيمها؟ يجب عليه الزكاة في نصيبه كل سنة بحسبها، بحسب قيمة الأرض في السوق، ولا يجب عليها هي لأنها تريد البناء وهو يريد البيع. صلاح الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
غير واضح الصوت يا صلاح، الله يرضى عليك. اتصل مرة أخرى. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك وخير، رمضان مبارك عليك وعلى كافة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بس شوف يا محمد، محمد نريد سؤالا ولا نريد قصيدة شعرية، فهل عندك سؤال؟ لا انت الان شوف، لانه انت يعني معلش، نحن نريد عشان ما يضيع وقت البرنامج نريد السؤال. اذا عندك سؤال الان تعطيه للاخوان الان في التحكم لياتون نبيه صلاة. طيب ام عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا تفضلي. الله يوفق اول ما ظهر، الله يوفقك، ادعي لنا الله يشفيني، يشفي والدي تعبان. نسال الله له الشفاء العاجل. تفضلي. الله يقبل منهم. انا يا شيخ انا بعمره اقول اللهم صلي على محمد كل يوم 1000 ويجود. لا تحدديها ب1000، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت بلا عدد معين. يعني صلي الى ان مثلا صليتي نشاطك صلي نشاطك، صلي عليه نشاطك. إذا فتر النشاط توقفتي، انتقلت إلى عبادة أخرى أو عمل آخر. لا تحددي بعدد ما ورد في الشرع، بما أنه ما ورد 1000 في الصلوات النبوية، الصلاة النبوية ما ورد 1000. خلص صلي على حسب نشاطك وخلص، تركتي ذهب طلعت 100 120 900 913 805، مو مشكلة، صلي بلا عدد معين. طيب أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير عنا يا رب. سيدنا الكريم، بشأن حمد القرآن الكريم، الآية بتقول لا يمسه إلا المطهرون، والحديث الشريف بيقول لا يمسه إلا طاهر. فسؤال سيدي أنه القرآن المفسر هل يجوز حمله بدون وضوء؟ أحسنت جزاك الله خيرا. طبعا لا يمسه إلا المطهر، والمقصود بهم الملائكة، والكتاب المكنون هذا عند الله، يعني لا يمسه إلا المطهرون، غير الكتب المصاحف التي عندنا. لكن اقتداء بالملائكة نحن لا نمس إلا على طهارة، ويؤكد ذلك حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا طبعا قول الأئمة الأربعة، ويعني جماهير أهل العلم في القديم والحديث. بقينا الآن في موضوع القرآن المفسر، أيهما غلب كان له الحكم. إذا كان القرآن هو الأغلب لا نمس إلا على طهارة، إذا كان التفسير هو الأغلب يجوز أن نمسه على غير طهارة. فالحكم لما غلب، يعني للأكثر الحكم للأكثر. هل الأكثر تفسير ولا الأكثر القرآن الآيات؟ هذا هو الجواب. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال. تفضل. إمام قام إلى الركعة الثالثة في صلاة النافلة التراويح. أيوة. هل يلزم هو السجود فقط أم يلزم الإمام والمأموم؟ عليهم أن يسبحوا به، عليهم أن يسبحوا تنبيها له، وعليه أن يستجيب ويرجع إلى التشهد ويسجد للسهو. هل يلزم السجود بعد؟ أيوة سجود سهو، لأنه في زيادة وهي القيام. والمأمومين هل يلزمهم السجود؟ معه نعم، متى يتابعه، يعني المأموم حتى لو ما قام، يعني حتى لو ما شارك في الفعل الخطأ، لكنه تبع لإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلذلك يسجد معه. أم عماد تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم إن شاء الله. أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ أنا حابة أسأل سؤال ضروري كثير أسمع الجواب،
أنا ماما علمنيها السحر وإحنا لم نكتشف ذلك في الآونة الأخيرة. هذه الأشهر الأخيرة صار جسمها نحيل وصار وجهها يبان مصفر، ما تنام كثير، يديها دائما يألموها في الليل وماما من الناس الحريصين جدا على قيام الليل وقراءة القرآن وحفظ القرآن، وكثير كثير تتجنب الكلام في الناس والنميمة، تخاف الله كثير 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 جد كثير. جبنا لها راقي مرتين، لما رقالها قال لنا الراقي ما لازم نكثر معاها كثير، لأنه قادر هذا الجل اللي ساكن فيها قادر يأذيها ويأذي أولادها. والآن نحن متوترين كثير وخايفين كثير عليها، ونقولوا كيف شو هو الحل بالرغم طيب. من أن تقتل. أما بالنسبة للحل يا أم عماد، بالنسبة للحل وننزل من القرآن ما هو شفاء، والقرآن أقوى من الجن والشياطين وأقوى من السحر وأقوى من العين. ولذلك لو أن الراقي وهي صاحبة الضرورة، هي المضطرة، ثم أنتم أهلها المحيطون بها، هي تقرأ على نفسها وأنتم تقرؤون عليها، حتى لو ما جبت راقي، هي تقرأ الفاتحة سبعا والمعوذات ثلاثا وأنتم تقرؤون عليها كذلك وتنفثون بالنفس الخارج بالقرآن. هو وين تأثير الرقية؟ بالنفس الخارج بالقرآن. ولذلك الواحد يقرأ وينفث، هذا الهواء الخارج بالقرآن هذا مؤثر. والدواء ما يؤثر دائما من أول مرة، ممكن ما يجيب نتيجة إلا بعد مدة. ولذلك نحن لازم نستمر في الرقية، وأيما كانت النتيجة فالأجر حاصل، لأننا لجأنا إلى الله بطلب الشفاء بقراءة كلامه وتلاوة كتابه، هذه عبادة. يعني الاستشفاء بالقرآن عبادة قبل أن يكون دواء وعلاجا، ولذلك نحرص عليه ونفعله تعبدا وتقربا إلى الله، إن لجأنا إليه للاستشفاء بتلاوة كتابه. وبعد ذلك خفت الأعراض، زالت الأعراض الحمد لله، وإذا طال الابتلاء فلها أجرها، ولعل الله يجعل للعبد منزلة في الجنة لا يبلغها إلا بشيء من الابتلاء. ونحن لا نيأس من رحمة الله، نواصل. الأخ خالد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عن هذا البرنامج، جزاك الله في الجزء العالم. الله يحييك يا شيخ. أنا عندي محل موبايلات. محل إيش؟ موبايلات. أيوة. وفي المحل عندي صيانة، قسم صيانة الأجهزة الموبايلات. أيوة. فكان معي واحد شخص للصيانة، وسافر الشخص هذا من زمان، من سبق من أربع سنوات، يمكن أربع سنوات خمس سنوات، وفي أجهزة تم صيانتها وما فيش حد يستلمها من أشخاص يعني صيناها، وما الزبائن ما جوش يستلمون. قعدت عندي توكيل إلى خمس سنوات في سبع سنوات، ما عادش عرفت نعمل به إيش يعني. طيب شوف يا أخي، هذه الأجهزة طبعا هي أمانة، هي في حكم الأمانة، وما جاء صاحبها يعلن عنها بأي طريقة مناسبة يعلن عنها، وأحيانا وسائل التواصل الاجتماعي هذه ترى وسيلة عظيمة للإعلان عن اللقطة والمفقودات. إذا أعلننا وما جاء صاحبها ممكن أنت تبيعها وتتصدق بقيمتها نيابة عن أصحابها، تبيعها وتتصدق بقيمتها نيابة عن أصحابها، خصوصا أنك إذا انتظرت كثيرا ممكن تفقد أكثر قيمتها، لأن هذه الجوالات من موديلات
وكل ما ظهر موديل نقص سعر الموديل الذي قبله وهكذا. فأنت مثلا مر عليها سنة عندك خلاص بيعها وتصدق بقيمتها نيابة عن أصحابها. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ على جهودكم المبارك. حياك الله. زكاة حلي الزوجة، هل فيه زكاة حلي اللي هو ما هو للتجارة؟ كذلك إذا في زكاة من هو اللي يتكفل بدفعها؟ هل الزوج أم الزوجة؟ طبعا الزكاة على صاحب المال، والحلي للزوجة فهي التي عليها الزكاة. إذا تبرع الزوج فهو مأجور ويجزي عنها إذا أخبرها أو استأذنها قبل الإخراج. أما إذا كان مستعملا فإن جمهور أهل العلم يقولون لا زكاة على الذهب المستعمل. وأما إذا لم يكن مستعملا، أو بعضهن تقول أنا أصلا ما ألبسه إلا علشان يعني عشان الزكاة، يعني ما تدفع الزكاة يعني هروبا من الزكاة، فهنا تزكي عليه 85 من غرام من الذهب الصافي النقي اللي يسموه فاين جولد، وإذا من عيار 21 تقريبا 97 غرام، من عيار 18 تقريبا 113 غرام النصاب، لأنه مخلوط بنحاء مخلوط بأشياء أخرى. كذلك الفصوص ما هي داخلة، يعني أنت لما تبغى توزن الذهب عشان تعرف الزكاة، الألماس، الزركون، هذه الحجاج، اليواقيت، ما هي داخلة في الوزن في الزكاة، لأنه ما هي للبيع، فما هي داخلة في هذه. فيقدرها الصايغ، يقول هذه ترى اللي فيها الذهب الخالص اللي فيها كذا، خلاص هذا اللي فيه الزكاة، الباقي الفصوص ما فيها زكاة. حسين تفضل يا حسين. حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال عن كيفيه زكاه المال الذي ياتي من بيع العلم. ياتي من لحظه هذا المبلغ يا حسين المال الذي ياتي من بيع ايش؟ علم ان سؤالي عن كيفيه زكاه المال الذي يقبض من بيع العلم. من بيع ماذا؟ العلم. لقد سألتنا هذا السؤال من قبل. شوف يا أخي، المال الذي يقبض من بيع العنب، إذا كان العنب بيع طعاما وفاكهة فهذه عروض تجارة، أنت الآن تأخذ المال هذا كل ما حال الحول، تنظر ماذا عندك من عنب للبيع كم قيمته، وماذا عندك من سيولة تحصلت من البيع السابق، وتطلع الزكاة على الجميع، على قيمة العنب المعد للبيع وعلى المال الذي تحصل من البيع سابقا. انت صرفت منه، طيب ماذا بقي عند حلول الحول؟ نطلع الزكاة على الجميع في 1025. اذا كان العنب يباع على من يستعمله في عصره خمرا، هذا ما يجوز نبيعه اساسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر، يعني لعن في الخمر 10. طيب بالنسبة لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذه ترى شيء غير زكاة الزرع والثمار، غير زكاة عروض التجارة. هذه عروض التجارة بيناها انتهينا. إذا بلغ العنب نصابا وهو 5 أوسق، نعم، والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع، تجب فيه الزكاة. كم نصف العشر يخرج نصف العشر من العنب، هذه زكاة زروع ثمار. إذا باع أخرج منه من 8 نصف العشر، هذه قضية أخرى. إذن عند الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده، إذا كان السقي بكلفة تستخرج له ماء وتمدد مواسير وقنوات
سواني، رشاشات الماء إلى آخره، مكاين، نصف العشر، يعني 2.5%، يعني 25 في الألف، يعني 1/40. وإذا كان السقي بالماء بالأمطار، أنهار جارية، ما عندك تعب في سقيه، فالزكاة العشر كاملا، الزكاة العشر كاملا. طبعا هذا العنب الذي يتحول إلى زبيب، والزبيب طعام كامل، حتى زكاة الفطر ممكن تكون صاعا من زبيب، صاعا من تمر، صاعا من قمح. هذا بالنسبة لموضوع العنب. إلياس تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله يا شيخ. الشيخ عندي سؤال فيما يخص، أنا تعرفت على وحدة ملحدة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت مسلمة الآن. المشكلة هي أنها تعيش مع إنسان ملحد، يعني كافر وعنصري كذلك، لا يحب الإسلام، لا يحب المسلمين، لا يحب أي شيء. هي الآن خايفة أنها يعني تفعل الصلاة، تصلي وتصوم أمامه، لكن على كل حال هي تصوم الآن، أما الصلاة لا تستطيع أن تصلي، يعني تفعل الإسلام في السر، وهي تعيش معه في نفس البيت، تتقاتل معه نفس السرير. إيش علاقتها؟ إيش علاقتها به؟ كيفش؟ ما علاقتها به؟ هي تعيش معه هكا، لا زواج لا أي شيء، عندها أطفال معه. نسأل الله الهداية والعافية، يعني الهداية، هذا العالم فيه الإلحاد، نسأل الله الهداية، والحمد لله أنه هداها للإسلام، وأنت لك أجرك بما سعيت في هدايتها، مع طبعا التحفظ من العلاقة مع المرأة الأجنبية كما أمرنا الله. بقيت علاقتها بهذا الرجل الملحد، أصلا ما هو زواج، وحتى لو كان زواج فهو باطل الآن بعد ما أسلمت وهو ملحد. فكيف إذا كان ما في زواج أصلا؟ يعني علاقة محرمة، ولذلك يجب عليها فراقه. لكن نحن لا نأمرها بفراقه إذا كان أمرنا يسبب ردتها، يعني لو كان إسلامها ضعيفا ولو قلنا فارقيه الآن ارتدت فنؤجل هذا. أما إذا كان إيمانها قوية فإننا نقول لها يحرم عليك البقاء مع هذا الإنسان، أولا لأنه أجنبي عنك، ما في زواج أصلا، ما في عقد زواج، عشيق، عشيق، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وهذا خدن هذا، والعلاقة معه سفاح زنا. وثانيا أنه ملحد، وأنت امرأة مؤمنة، امرأة مؤمنة، لا يحل لك البقاء مع هذا الإنسان، فما في زواج أصلا وما في علاقة أصلا، ثم إنه ملحد. أما الأولاد تطالبه بنفقتهم، الأولاد تطالبه بنفقتهم، ينفق عليهم، فتمتنع عنه، ما تعيش معه. لكن نفكر أيضا في دعوته إلى الإسلام، فقد يسلم، سبحان الله، كما أسلمت هي. وإذا أردت أن تكمل أنت المشوار، مشوار الدعوة إلى الله، تعرف به وادعه إلى الإسلام، بين له محاسن هذا الدين، وكل الدين محاسن. في القرآن يا إخواني آيات والله تهز الملاحدة هزا، يعني أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم، الله خير أما يشركون، أفرأيتم الماء أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هزوا بالأسئلة، هزوا للملحد بالأسئلة لعله أن يهتدي، فإذا اهتدى يعقد له عليها، إلى أن ينظر من وليها. ما في ولي مسلم، ما في ولي مسلم توكل وليا مسلما يعقد له عليها. ونسأل الله الهداية. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى اليوم 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز، ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. هل يجوز دفع زكاة المال في دفع مرتبات معلمي القرآن قرية فقيرة؟ ما داموا فقراء يجوز نعطيهم مرتبات، لكن ما نأخر الزكاة. يعني أنت يا صاحب الزكاة ما يجوز تأخرها 11 شهر و10 شهور، أنت ممكن تدفع مقدما، وإذا كان لهم وكيل لهم هم أعطيه المال وهو يقسمه عليهم. يقول: ما هو الفرق بين الرازق والرزاق؟ الرازق معروف أن يوصل الرزق لعباده، مثل المقيت يوصل القوت لعباده. الرزاق صيغة مبالغة، الرازق رزقا بعد رزق، والمكثر الواسع، المكثر من الرزق لعباده، كثير الرزق، كثير الرزق لهم. طيب، تقول: أتمنى زوجا صالحا وأن أسكن في الحرمين أو قريبا من الحرمين. طبعا هذه الطلبات الخاصة وغيرها، في طبعا بعض الأشياء الأخرى أيضا. الرقم الواتس هذا موضعه ومحله. تقول أو يقول: هل الحجامة تفطر؟ نعم تفطر، ولذلك ما يعملها إلا إذا احتاج حاجة ماس لا بد، يعني يفطر بها ويقضي. ما معنى تعس عبد الخميصة؟ تعس هلك وتعثر وسقط، وهذا دعاء عليه. طيب، الخميصة ثوب من صوف أو من خز، فبعض الناس تستعبده الملابس، وبعضهم يستعبده
الدينار والدرهم الذهب والفضة، وبعضهم تستعبدوا الزوجة وهكذا. فخرص يعني يرضى من أجلها ويسخط من أجلها ويعطي من أجل المال ويمنع من أجل المال، مش لله ولا في الله، تعس عبد الدنيا. هذا موضوع الأخذ من اللحية. الأحاديث نصت على إيش؟ الإعفاء، أرخوا اللحية، أرجو اللحية، أرجو، أرخوا، وفروا، أعفوا، كلها بمعنى الترك. بعض العلماء قال يعني كما جاء عن الحسن البصري يرخصون فيما زاد على القبضة، وجاء عن أبي هريرة بن عمر، ولكن اللي حكها هذا واللي قصرها جدا ما له نصيب في كلام أهل العلم المحققين، كلام أهل العلم المحققين، والنصوص هذا ظاهرها. فأقل من القبضة هذا ما ليس 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 في كلام المحققين من أهل العلم. وبعض الناس يقصرها جدا ويحكها حكا ويعني يشوهها تشويها. طيب، يقول السؤال: أعيش في تركيا يؤخرون صلاة الفجر إلى ما قبل شروق الشمس بنصف ساعة تقريبا. طيب هذا ليش؟ لأن يعني هو يعني لأنهم على مذهب أبي حنيفة، والأحناف يؤخرون صلاة الفجر إلى الإسفار، لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر. والترمذي رحمه الله لما أخرج الحديث قال: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: الإسفار أن يتضح الفجر، أن يضح الفجر فلا يشك فيه، وليس معناه التأخير هذا. وبعض فاهم الإسفار لا انتشار النور، طبعا قبل الإشراق أكيد ما في كلام. فيعني على مذهب الأحناف الصلاة قبل الشروق بإشراق بنصف ساعة صحيح، ما في كلام، صلاة في الوقت. لكن الجمهور قالوا أول الوقت أفضل، أول الوقت أفضل، ينصرفنا حتى ما يعرفنا من الغلس. طيب، التسوق في نهار رمضان لا بأس، بس ما يبتلع فتات السواك. بعضهم حمل الإسفار على إطالة القراءة، يعني يبدأ من أول وقت بعدين يطيل القراءة حتى يدخل في وقت الإسفار. بعضهم حمل الإسفار على أنه أحيانا للحاجة. المهم أن الأفضل الصلاة في أول الوقت، وصلاتك معهم صحيحة، يعني لا تفوت الجماعة، صلي معهم. بالنسبة لزكاة الأقساط، إذا جاء أهل الحول أحص ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون اللي عند الناس وزكها كلها، لأن التقسيط هذا لمصلحتك أيضا وليس لمصلحتهم هم فقط. أنت لك من تروج تجارتك بالتقسيط، ويقبل سير عندك زباين أكثر. لكن الديون الميؤوس منها والمعدومة واللي لو طالبتهم ما أعطوك والمتعثرة، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. طيب، بالنسبة لموضوع المسح على الوجه بعد الدعاء، في خلاف بين أهل العلم، وذهب كثيرون إلى تضعيفه، يعني إنه إيش ما ثبت، إنه هذه عبادة ما نفعلها إلا إذا ثبتت. وأما بالنسبة لي موضوع، يقول: تركتني أنا وأختي أمي صغارا، تركتنا أمنا صغارا تزوجت، وبعد أن كبرنا تحاول التقرب إلينا ولا نستطيع أن نسامحها. لا يا أخوة، كيف هذه أمكم؟ طيب تعب الحمل، طيب تنكروا تعب الحمل؟ طيب ألم الوضع والولادة تنكروا؟ طيب الرضاع تنكروا؟ سنتين رضاع؟ طيب التنشئة؟ يعني أكيد أنها ما يعني بمجرد قطع حبل المشيمة تركتكم؟ لا. بعدين تقول يعني تزوجت،
إذن طيب يعني هذه ما لها مقابل يعني، يعني إن حملت بكم كرها ووضعتكم وثم الولادة والرضاع يعني ما لها مقابل من بركم؟ ما يصير. طيب السؤال إنه يقول بعض المعاصرين يطعن في الإمام البخاري وأحاديث البخاري، والله هو الجدير بالطعن فيه، اللي يطعن في البخاري وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم هو أولى بالطعن فيه. يعني بالله نسخة البخاري مسلم من أجل حضرته، من حضرته يعني؟ من هو يعني؟ جاهل ولا حاقد ولا ملوث ولا أجير لبوق من أبواق أهل البدعة؟ يعني من ماذا اللي يطعن في الصحيحين إيش قيمته يعني أصلا؟ هو إيش قيمته؟ النووي يقول اتفق العلماء على أن صح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان البخاري ومسلم، تلقتهما الأمة بالقبول. ابن تيمية يقول ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. ابن كثير يقول أجمع أهل الإسلام على صحتهما. الذهبي يقول أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. إيه؟ فأين يذهب هذا الطعن؟ طيب يقول السؤال أيضا بالنسبة لي يقول صليت العشاء ثم شرعت في صلاة القيام، نويت أول ركعتين سنة العشاء، إذا كان وراء الإمام لا مانع، هو يصلي تراويح أنت تصلي سنة العشاء لا مانع. طيب هل يجوز قراءة القرآن بغير ترتيب؟ الجواب نعم. مسافر من مصر إلى الهند معناها النهار سيقصر عندك لأنك أنت رايح من الغرب إلى الشرق، فبدل مثلا ما يكون الصيام مثلا 15 ساعة ممكن يصير 10 أو أقل 9 ممكن. خلص ماذا أنت بدأت الفجر، إذا غربت الشمس في أي مكان أنت موجود، في الطائرة في المطار تحت فوق، خلص تفطر على غروب الشمس ويتم صومك ويصح صومك ويصح صومك. طيب القول أن إكثار من لا إله إلا الله يذهب العطش لم يعني لم يدل دليل على ذلك، لم يدل دليل على ذلك، لكن الأذكار تعطي قوة عموما كما دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك. طيب يقول السؤال شروط جلوس البنت مع زوج أمها إذا ما في فتنة، يعني هو إذا دخل بالأم حرمت عليه البنت ولو كان من زوج آخر، لكن ما يكون في فتنة، إذا في فتنة خلاص لا خلوة ولا تكشف ولا خلاص. إذا هذا كل حال لكل حادث لكل حال حكمه، لكل حال حكمه. طيب السؤال أيضا من الأسئلة الواردة في إلى رقم البرنامج، أصلي 20 ركعة لا مانع تراويح لا مانع، حكم الكدرة إذا ما كانت متصلة بالدم فلا تمنع الصلاة والصيام، إذا اتصلت بالدم الحيض فلا حكم الحيض. طيب يقول السؤال المسجد يبعد عنه 300 متر والبعض يصلي في المنزل، لا يا أخي هذا قريب، اذهب إلى المسجد بارك الله فيك، اذهب إلى المسجد. عندي أرباح 4500 طبعا بالإضافة إلى رأس المال تزكيها كلها، ولو على المشروع دين، ولو كان على المشروع دين. انتهى الوقت وسنعود إليكم إن شاء الله في بقية الأسئلة إذا يسر الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا جنته وأن يعيذنا من ناره، نسأله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا وأن يفتح علينا ويصلح شأننا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات، كان سؤال الجزء السادس، اذكر آية من الجزء السادس تدل على أن الحبيب لا يعذب حبيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي الله حبيبه في النار. والإجابة الآية هي قول الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت فاطمة الزهراء محمود إبراهيم من مصر. سؤال الجزء السابع، قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما معنى قوله مبلسون؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.